بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. بعد استمراركم بالتسويف والمماطلة واستغلال الأزمة الحالية للبلاد والعالم، اعلموا سيكون لنا موقف تصعيدي لن يبقى لكم باقية بعد الحظر. لاستمراركم بمطامعكم التحزبية ومصالحكم الشخصية، نرفض أيضا رفضا قاطعا المكلف مصطفى الكاظمي وكل مرشح قادم لا يحظى بمقبولية ساحات الاعتصام. وعليكم الانصياع لإرادة الشعب ومتطلباته الحقة، ولا تراهنوا على الوقت ونفاذ الصبر، فوقوفنا وثباتنا أطول من أعماركم. والله ولي التوفيق. ساحة الشهداء في الديوانية، الخميس 9/4/2020.